ما هو تأثير الحشيش على الكورونا؟ تأثير الحشيش على الكورونا على الكورونا، صح؟ فكرة ان الحشيش بيقي من الكورونا ده، يعني هل يساعد الحشيش على الوقاية من كورونا؟ ده السؤال، صح كده؟ مثلا ده سؤالك. اه ما انا خلصني منها، مش ساعدني. لو جينا مثلا وليكن بصينا، يعني المكون الرئيسي للحشيش والمسؤول عن الشعور بالنشوة والسعادة، هو بيحمل فوائد متعددة لصحة الجهاز التنفسي، صح كده؟ لأنه بيوفر للرئتين حماية ضد الفيروسات التاجية، ولا سيما فيروس الكورونا. يعني بصي، هو اتعمل يعني تجربة كده، الحشيش على 100 فار اتعمل، يعني تجربة للحشيش على 100 فار مصاب بفيروس كورونا. بيقول لك الباحثون بيقالوا ايه؟ ان استنشاق الفيران لنبات القنب ساهم بشكل كبير في تحسين حالتهم، وبالتالي صاروا اقل عرضه للاصابه بامراض الرئه الناتجه عن العدوى. تعال نبص بقى، ده الجزء اللي هو الدراسه اللي انت كنت عايزه تقوليها، صح كده؟ مش ده الكلام اللي انت كنت عايزه تقوليه؟ خليني اقول لك الاثار الجانبيه للحشيش بس، خليني اقول لك الاثار الجانبيه للحشيش. التهاب الشعب. اولا هو الدراسه دي ما اتعملتش على الانسان، فما نقدرش ان احنا نجزمها للانسان، فبالتالي الحشيش لا نستطيع ان نجزم ان هو بيفيد في هذه الحاله. لكن ان بقول لك الدراسه دي اتعملت على الفيران على 100 فار، وبرده فما نقدرش نجزم، لكن لسه ما اتقلتش من تجربه الحيوانات لتجربه الانسان علشان نستطيع ان احنا نقول مثلا وليكن ان الحشيش نقدر نستخدمه. لكن تعال نبص على الاثار الجانبيه للحشيش. التهاب الشعب الهوائيه الحاد، تكوين فقاعات هوائيه على سطح الرئتين، ضعف الجهاز المناعي بتاعنا، خاصه اذا كان مدخن مثلا الحشيش بيعاني من احد امراض المناعه. فبرضو دي ممكن برضو تقول ان الحشيش ايضا التهاب الجهاز التنفسي السفلي، وده المرض الاكثر شيوعا بين مدخنين الحشيش. وبرضو طبعا من ضمن الاثار الجانبيه للحشيش، ممكن لو جينا مثلا نبص فيه هنلاقي السعال المزمن، هنلاقي تراكم البلغم في الحلق وعلى الرئتين، صفير في الصدر. عشان كده الجمعيه الامريكيه لامراض الرئه بتحذر من تدخين الحشيش عشان مخاطره المتعدده. الجمعيه الامريكيه لامراض الرئه بتحذر من تدخين الحشيش عشان ليه مخاطر كبيره على صحه الرئه.